أمام تجمع كبير من صناع القرار والسياسات في العالم، قدم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الكلمة التي افتتح بها النسخة 18 لمنتدى الدوحة رؤية دولة قطر للتحديات التي تواجه المجتمع الدولي. هذه التحديات تندرج في سياق التحولات التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب الباردة وبدايات الألفية الجديدة، حيث اختلفت المسارات بين العمل الأممي الهادف إلى تعاون دولي فعال في مجال التنمية البشرية وسياسات إقليمية لا تساعد على تحقيق الأمن وإرساء السلام. تتضاعف جسامة هذه التحديات أمام ما يكتنف النظام الدولي الراهن من التجاذبات السياسية المتصاعدة ذات الأثر السلبي على التعاون الدولي والانتقائية في معالجة بعض القضايا، واللجوء أحياناً إلى استخدام القوة وتنامي العنصرية بكافة أشكالها. ويؤكد حضرة صاحب السمو أن هذه التحديات لا يمكن مجابهتها إلا بالقيم الجامعة التي صيغت في مواثيق الأمم المتحدة، كما يخلص إلى القول بأن الحوار هو الأساس الذي ينبغي اعتماده في مواجهة كل الأزمات بما فيها أزمة الخليج الراهنة. وينطبق ذلك على أزمة الخليج المتمثلة بحصار بلادنا، والتي لم يتغير موقفنا في حلها برفع الحصار وحل الخلافات بالحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. منتدى الدوحة كان مناسبة اطلع خلالها حشد كبير من الشخصيات البارزة عالميا على ما حققته دولة قطر من نجاح اقتصادي وسياسي تعكسه جاهزيتها للمواعيد الكبرى رغم ظروف الحصار الجائر. فقد شمل حضرة صاحب السمو برعايته الكريمة حفل الإعلان عن تصميم استاد لوسيل الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بحضور فخامة رئيس جمهورية الإكوادور وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة ولفيف من الشخصيات ضيوف الدولة.